لتسليط الضوء أكثر على التوتر الذي كشف عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن بتصريحه ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واتهامه بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن الباحث في المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية الدكتور أسامة أبو رشيد. دكتور أسامة، بداية مرحبا بكم. يعني بعد أن أعلنت وزارتا الأمن الداخلي والعدل الأمريكيتان أن روسيا وإيران استهدفتا بنى تحتية للانتخابات الرئاسية، أطلق الرئيس بايدن تصريحاته النارية باتجاه الرئيس الروسي. كيف تصف هذه التصريحات وما الهدف منها؟ طبعا هي بداية تعبير عن عمق الأزمة بين الولايات المتحدة وبين روسيا، وهذه الأزمة ليست وليدة الأشهر الأخيرة ولا حتى وليدة انتخابات عام 2016، إنما هي وليدة سنوات طويلة من التوتر، خصوصا ما بعد عام 2008 و2009 وصول باراك أوباما إلى الحكم. يعني لم ينجح ما سمي إعادة تصفير المشاكل بين الولايات المتحدة وروسيا التي أطلقتها وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون عام 2009. لم تنجح تلك الجهود. الآن عام 2016 كان هناك اتهامات أمريكية لروسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية. التدخل لم يؤثر على نتيجة الانتخابات، وإنما كان هناك تأثير على الرأي الناخب الأمريكي، يعني معنى لم يكن التلاعب بالنتائج مباشرة، إنما التلاعب بالرأي العام الأمريكي. هذا الاتهام مرة أخرى يقول أن روسيا حاولت أن تتلاعب بالرأي العام الأمريكي لمصلحة الرئيس السابق ترامب، وعبر شخصيات أمريكية، يعني عبر تزويد معلومات مضللة. الآن ما قاله بايدن هو تعبير عن هذه الأزمة، ليس فقط لأنه ديمقراطي مقابل يعني روسيا دعمت منافسه الجمهوري أو دعمت ترامب مقابل هيلاري كلينتون عندما فاز في 2016، إنما لأن هناك خلافات استراتيجية كبرى بين البلدين. هناك خلافات في سوريا، خلافات في الشرق الأوسط في الملف الإيراني، هناك خلافات في أوكرانيا، في شرق أوروبا، في العلاقة مع أوروبا ومشروع الغاز الروسي مع دول أوروبية مثل ألمانيا. فإذا هناك خلافات نسميها جيوسياسية كبيرة جدا اليوم، وهي تعبير عن هذه الأزمة. وعندما يقول بايدن بأن ترامب بأن بوتين قاتل، فهو عمليا يقول أن المعاملة التي وجدتموها تحت إدارة ترامب، والتي كانت معاملة تفضيلية حتى على حساب الموقف الرسمي الأمريكي بحزبي الجمهوري والديمقراطي، وحتى ضد الاستخبارات الأمريكية وضد ما تريده المؤسسة العسكرية الأمريكية، هذه المعاملة قد انتهت، وأن معاملتنا من اليوم ستكون بناء على أفعالكم، وأيضا أننا ننظر لكم كخصم استراتيجي كما ننظر للصين خصم استراتيجي، بمعنى أن التوتر سيكون هو الحاكم للعلاقة، التعاون في المصالح المشتركة، لكن سيكون هناك افتراق أمريكي روسي فيما يتعلق بالقضايا التي نختلف فيها، ولن يكون هناك تمرير وضوح أخضر لكم. دكتور أسامة، هذه التصريحات جاءت خلال 100 يوم الأولى من حكم بايدن. إلى أي مدى ترى أن الرئيس الأمريكي أراد ربما تحقيق نصر معنوي يغازل به أنصاره، خصوصا بعد اتهامات المعارضة له بالضعف؟ لا، حقيقة لا يمكن أنه ينظر لها في سياق مغازلة الرأي العام أنصاره، لأنه الأنصار القاعدة الانتخابية لبايدن لا يهمها موضوع روسيا كثيرا، ما يهمها هو قضايا متعلقة بالهجرة، متعلقة بالضرائب، متعلقة بالاقتصاد، متعلقة بالكورونا، يعني قضايا الخارجية ليست بهذا الحجم من التأثير في الرأي العام الأمريكي. اللهم أن يكون هناك حدث كبير مثل هجمات 11 سبتمبر، هذه ليست من القضايا التي تؤثر بالرأي العام، هذه قضية دولة، هذه على قضية مؤسسية. حتى تحت ترامب كان هناك ضغط مضاد من قبل أجهزة الدولة، ما أسماها هو الدولة العميقة أو ما نعرفها في أمريكا باسم الاستابليشمنت أو المؤسسة، كان هناك رفض لما كان يفعله ترامب. روسيا هي خصم استراتيجي للولايات المتحدة، ولا يمكن أن تتعامل معها إلا على هذا الأساس. وما يفعله بايدن اليوم هو عودة إلى تلك المعادلة التي كانت سائدة وبقيت سائدة تحت ترامب مهما حاول أن يغيرها. الآن قد يكون هناك بعد ثاني، البعد الثاني ما تتفضل به أن روسيا تحاولت أن تتدخل في الانتخابات لصالح الحزب الجمهوري ولصالح ترامب. هذا قد يكون أساء الديمقراطيين، ولا شك أنه حاضر، خصوصا أن روسيا
حاولت أن تلعب على وتر ملف الفساد المزعوم لابن بايدن في أوكرانيا عبر عميل لها في مجلس النواب الأوكراني. هذه قضية قد تكون حاضرة، لكن لا يمكن أن تحدد مسار دولة بحجم الولايات المتحدة، لأن القضية الأكبر هو محاولة التأثير على الرأي العام الأمريكي والتشكيك في شرعية الانتخابات الأمريكية وشرعية انتخاب بايدن. القضية ليس أنهم استطاعوا أن يزوروا النتائج، القضية أنهم استطاعوا أن يؤثروا على رأي شريحة واسعة من الأمريكيين بتواطؤ من ترامب ومن شخصيات محيطة به كما يقول دكتور أسامة. اتهامات يعني بعد هذا التصريح في المقابل، بالنظر إلى يعني ردة فعل روسيا عن طريق سفارتها في واشنطن، أكدت أن اتهام موسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لا أساس له، يعني ذلك بعد توعد بايدن بإجبار روسيا على دفع الثمن. ما الأوراق التي يمتلكها الآن بايدن غير العقوبات من وجهة نظرك؟ يعني حقيقة هي العقوبات، يعني لا يملك أوراق أخرى. ما الذي سيفعله؟ يعني هل سيحارب مثلا روسيا أو سيفرض عليها حصار؟ لا يستطيع لا أن يفرض حصار ولا أن يحاربها، لأن هذه دولة كبرى في المحصلة عسكريا على الأقل. اقتصاديا هي دولة من الدول الصغيرة وليست الكبرى، يعني اقتصاد روسيا كله هو يوازي اقتصاد ولاية أمريكية اسمها ولاية تكساس، وهي ليست من أكبر الولايات الأمريكية اقتصادا وليست من أقواها. فاقتصاد روسيا اقتصاد هش، والعقوبات التي تفرض على روسيا تؤثر كثيرا في روسيا على عكس الصين على سبيل المثال. صحيح العقوبات الأمريكية تؤثر على الصين، لكن لا تهزها، لكن العقوبات الأمريكية على روسيا تهزها لأنها دولة اقتصادها صغير لكنها عسكريا قوية جدا. ولذلك العلاقة مع دولة مثل روسيا علاقة حذرة، والعقوبات تؤثر فيها. وطبعا مجرد أن الولايات المتحدة تبقى تضغط على ملف حقوق الإنسان وقمع المعارضين ووضع قيود على إعطاء التأشيرات وتجميد أموال أو محاصرة مثلا الصادرات التركية الروسية إلى عدد من الدول، كل هذه الأمور تؤثر في الروس. ولا شك أن الروس يملكون أوراق مقابلة، يعني يستطيعون مثل ما اتهموا بأنهم مثلا كانوا يمولون ويسلحون شكرا لك نشكرك شكرا جزيلا دكتور أسامة أبو الشيد، الباحث في المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية، كنت معنا عبر الهاتف من واشنطن.